أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها دور المبادرات المجتمعية في التخفيف من وطأة الأزمات. في ظل الأزمات فتش عن بقع الضوء في عتمة المعاناة، ثمة نقاط إيجابية ستلمسها في أي مجتمع فيه ضحايا ومتضررون. يعاني الشعب اليمني الصبور منذ عامين تبعات الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع، وانهارت الخدمات وانعدمت الكثير من الضرورات للحياة حتى باتت أسباب الحياة عزيزة وباهظة. وضع مؤلم أصبح معه الأكسجين مطلبا عزيزا لمرضى تعز، والكهرباء حلما للناس في محافظة الحديدة وبقية المحافظات. ومن بين هذا الواقع المؤسف برزت مبادرات خيرية مجتمعية قادها شباب واع للتخفيف من معاناة الضحايا عبر مشاريع لتوصيل العلاج وتوفير ألواح الطاقة وغيرها من المشاريع الإيجابية. سنناقش في حلقتنا لهذا اليوم أهمية النشاط التوعوي في ظل الأزمات، وكيف تساهم المبادرات الشبابية والمجتمعية في التخفيف من معاناة الناس، ونبحث أيضا عن التحديات التي تعترض نجاح المبادرات التوعية والدور المناط بالجهات المعنية في الدولة تجاه هذه المبادرات الإيجابية. لمناقشة هذه المواضيع نرحب بهذه الحلقة بضيوفي الأكارم. سيكون معنا من صنعاء صباح بدري المدير التنفيذي لمؤسسة لأجل الجميع، وسيكون معنا عبر السكايب من عدن رئيس تحالف كلنا أمن عدن انتصار العلوي، وعبر الهاتف من تعز ستكون معنا حياة الذبحاني عضو مؤسس في رابطة إعلاميات تعز، وعبر الهاتف أيضا سيكون معنا أحمد سيف المعمري مدير مكتب محافظ تعز، ومن الحديدة سيكون معنا الناشط صابر واصل مؤسس فريق شير لأجل الخير. لكن قبل البدء بالنقاش فاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة عبر السكايب من عدن مع رئيس تحالف أمن عدن الأستاذة انتصار علوي. انتصار مساء الخير. مساء النور. أهلا ومرحبا بك انتصار. لو بدأنا من المسمى تحالف لكلنا أمن عدن، ربما معظم المبادرات الشبابية والمجتمعية تهتم بإغاثة الناس بدعم الناس، لكن ربما تحالفكم جاء من أجل تثبيت الأمن في عدن، دعم السلطة الشرعية. ما الذي قدمه هذا التحالف ولمسه المواطنون في مدينة عدن وأيضا السلطة المحلية هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للتحالف كلنا أمن عدن هو مكون شبابي يتكون من أكثر من 35 مكون مبادرة ومنظمة وشخصية اجتماعية. نعم. ما يميز هذا التحالف انه ظهر بعد انتهاء الحرب، لانه نحن نلاحظ في محافظه عدن انفلت الجانب الامني كثير جدا يعني، وكثرت الاغتيالات والجماعات الارهابيه، وكان خروج هذا المكون او انبثاقه هو اساسا يعني لخروج الناس من قوقعه الخوف اكثر من اي شيء اخر. فكان لابد أن تكون في هناك مبادرات أو مكونات شبابية تدفع الناس للخروج وممارسة الحياة الطبيعية. نعم. بالإضافة إلى الإسهام في تأهيل أو تدريب الجوانب الأمنية، يعني غابت الحياة شكل الدولة عن عدن ما يقارب أكثر من 6 أو 7 أشهر، غاب الأمن، غاب المرور، غابت الكثير من الأشياء اللي تتعلق بأمن وسكينة المجتمع. فكان التحالف البادرة الأولى يعني من الشباب اللي كنا نريد تطبيع الحياة الأمنية. كان المطلب الرئيسي لهذا التحالف هو إعادة تطبيع الحياة الأمنية، الناس كيف تكسر حاجز الخوف وكيف تكون في هناك روابط. هل نجحتم أستاذة انتصار إلى أي مدى، أو إلى أي مدى نجحتم في أن يعني تنجح هذه النقطة وتثبت الأمن وتساعد الناس في عدن مع السلطة المحلية وساهموا في تثبيت الأمن في هذه المحافظة؟ طبعا يعني لازم نكون منطقيين، انه مهما يعني بذلت المنظمات والمبادرات الشبابيه الجهد الحثيث يعني في اعاده الحياه الامنيه، انا ما اتكلم عن جانب امني، انا يعني اتكلم عن ما يخص الدوله يعني تحديدا. لكن التحالف
نلاحظ انه يعني كان له صيت طيب بين الناس، لانه في كثير تفاعلوا والتفوا حوله، ما يقارب 300 شاب وشابة يعني منضمين لهذا الكيان. نحاول بشكل دائم ومستمر مع السلطة المحلية للتشبيك وعمل الدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة، نعم، سواء مع أفراد الشرطة أو الندوات التوعوية الخاصة بتطبيع الأمن إلى آخره. نعم. طيب أستاذ أنصار، تكرمي البقاء معنا، وأتمنى أن ترفعي صوتك قليلا حتى نتمكن من سماعك، الصوت يبدو فيه إشكالية. ومعنا الآن من صنعاء المدير التنفيذي لمؤسسة لأجل الجميع الأستاذة صباح بدري. أستاذة صباح، مساء الخير. مساء العافية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذة صباح. يعني إذا تحدثنا في البداية عن دور المبادرات الشبابية، ربما الاحتياج بالتأكيد كبير جدا في صنعاء وفي معظم المحافظات اليمنية مع الأزمة ومع قيام الحرب. أنتم إلى أي مدى ساهمتم في التخفيف من معاناة الناس، وما الذي قدمتموه للمواطنين؟ تفضلي. شكرا لكم النقطة الحساسة اللي فعلا احنا محتاجين ان احنا نتكلم عن المشاركة المجتمعية، والمشاركة المجتمعية لا تقصد فيها فقط المبادرات بس، كمان حتى نتكلم عن المؤسسات، نعم، والجمعيات، وكل مؤسسة وجمعيات لها آليتها او تخصصيتها. يعني التخصص مثلا نقصد فيه في الإغاثة، في ناس بتتكلم عن جانب الصحة، ناس بتتكلم في جانب تعزيز الثقافة تقبل الاختلافات. بالنسبة لمؤسستنا طبعا احنا في هذه الفترة، احنا طبعا مؤسسة معنا 6 فروع تقريبا لحد الآن، والفرع السابع الآن ان شاء الله بيكون في حجة. ومؤسستنا ما اشتغلتش لحالها، اشتغلت عبر المبادرات الشبابية. الكل يعلم الفرق ما بين المبادرات والمؤسسات. نعم. المبادرات الشبابية استفدنا منها كثير، لأنه كان لها وصولها للأماكن الصراع بحسب محافظاتها. انتشرت المبادرات، يمكن ميزة المبادرة أنها تتفرع، أخذنا منهم معلومات، بدأنا نفكر إيش احتياجات، وبدأنا نرتب إيش الأولويات. نعم. اشتغلنا في فترة الصراع الذي حصل والحرب اللي كانت القائمة، وما زالت الآن لحد الآن ندفع ضريبة وهي معاناة للمجتمع. نعم. ربما افهم نعم استاذه صباح، ربما افهم من كلامك بانكم في المؤسسه حلقه وصل وتنسيق مع معظم المبادرات الشبابيه يعني المتطوعين سواء في صنعاء او بقيه المحافظات والجمعيات. لهذا السبب احنا والجمعيات، نعم، احنا في ظل الاوضاع الراهنه طبعا كان في 9 مؤسسات على وشك الانهيار بسبب الازمه وعدم، نعم، قدرتها على دفع ايجار والى اخره. احتوينا بعضنا وفتحنا مؤسسه مشتركه، مجمع حاضنه لتسع مؤسسات في نفس المكان، وبدأنا نقلل عملية التكاليف والصرفيات عشان نكمل المشوار اللي بدأناه، لأن أغلبية الجمعيات والمؤسسات أغلقت بسبب عدم وجود إيرادات مالية، نعم، واللي كنا نشتغل عليها في المشاريع. فبدأنا نستثمر مواردنا لبعضنا البعض، وهذه كانت أهم خطوة عشان نبدأ الخطوة الثانية في نحن نقدم للمجتمع الخدمات. نعم. المجتمع بدأنا نشتغل مع المجتمع بطريقة مختلفة تماما، حاولنا أن احنا نعرف إيش احتياجات كل منطقة. في عدن بدأنا نشتغل في توزيع الأدوية، وكانت بشكل بسيط جدا ومساهمة من الشباب والمبادرات الشبابية عبر دراسة ومسح ميداني. نعم استاذ صباح، عبر دراسة ومسح ميداني مثلا للمناطق، أم تخضعون لطريقة أخرى؟ لا أكيد، هو كل المبادرات أو كل الشباب اللي معنا في الميدان أو جمعيات بيعطونا إيش الأولويات والاحتياجات. إحنا معنا شركاء أنا من المؤسسات المجتمع المدني، فبدأنا في مثلا على سبيل المثال في محافظة صنعاء أننا مبادرة في 2015 بدأنا في عملية رفع المخلفات الصلبة، وهذا واحد من المشاريع اللي نفذناها. نعم. وكان اختيارنا لـ 250 شاب مخلفات الحرب، شلنا كل الأشياء اللي كانت بدأت أنها تقطع الطريق ونبدأ تدخلنا سريع. في محافظة إب مثلا ابتدأنا نشبك ما بين السلطة المحلية والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ونحاول نعطيهم كيف يفهموا السياسات. احنا، نعم، هنا كمان كان دورنا في بناء القدرات. أعدنا تأهيل ما يقارب 24 مخبز في المعلة والقلوعة، مقابل ان احنا نأهل المخابز ونوزع الديزل والدقيق عبر المنظمات الدولية، وفي نفس الوقت نعيد تأهيل الخدمة. نعم. مدى تفاعل مدى تفاعل المنظمات الدولية والإغاثية معكم في المؤسسة، ويعني ما هي الشريحة التي ممكن غطيتموها او وصلتم اليها؟ للأمانة لأن حسينا أن العمل المشتركي والعمل للمبادرات المشاركة المجتمعية كانت مهمة، كان في تفاعل كبير جدا، وكان في تسهيل لمهامنا.
تسهيل حتى في نزولنا للميدان. وأسسنا فرق في الشبابية في كل محافظة وفي كل الميدان، وهذا كان سهل لنا أكثر بكثير، لأن صاحب المحافظات هو نفسه الذي قادر على أن يوصل للخدمة. نعم أستاذة صباح، أستاذة صباح، نعم أستاذة صباح، يعني ربما هذه المعلومة التي تذكريها هي مهمة بالنسبة لكم أنتم، يعني تفيدكم في العمل، لكن لو وضعتينا بصورة يعني أرقام، ما الذي قدمتمه للمواطنين؟ ما هي المشاريع الاستراتيجية التي عملتموها ولمسها الناس في كل المحافظات؟ إحنا قلت لك رقم واحد اللي عملناها 9 مؤسسات شبابية حاولنا نحتويها قبل ما تنهار وتنغلق عشان نقدم الخدمة. نعم. رقم 2 اشتغلنا مع منظمة كير، كملنا مشروعنا في التمكين الاقتصادي وتدريبهم على المهارات المهنية في السباكة في النجارة على أساس أنه يبدأ يشتغلوا. نعم. يقدر يوقف على رجله ويستدين نفسه في فترة الحركة 2015، وكان العدد 600 شاب وشابة في مدار السنتين اللي مرت. بدأنا في عملية توزيع 416 من الأغنام والدجاج من الفئات المستهدفة والعربات والدراجات على أساس أنهم يفتحوا مشاريعهم الصغيرة ويبدأ يدخل إيرادات ولا ينتظر للمواد الإغاثية إلى أن تصل وينتهي الموضوع فيه. نعم. حاولنا كمان أن إحنا نشتغل في 250 شاب عملنا لهم عملية تشبيك. اللي أنا أشعر وصله استراتيجية المؤسسة أن إحنا نشتغل بشكل كبير جدا. نعم. في بناء قدرات المؤسسات المحلية والمبادرات الشبابية رقم واحد. نعم. رقم 2 نعزز عملية التنسيق والتشبيك فيما بين المجتمع والسلطة. نعم. المحلية. طيب أستاذة صباح، المجتمع. نعم. وأفراد الشباب. نعم، ربما أستاذة صباح تعز من أبرز المدن المحاصرة واحتياجة الناس هناك ضرورية وملحة، ما الذي قدمته مؤسستكم لتعز؟ هل هناك مثلا مبادرات يعني أنتم تشرفون عليها أو تقدمون لهم شيء فيها؟ تعز عملنا تدخل واحد فقط اللي هي بدأنا الآن في عملية إن إحنا وصلنا إلى محافظة تعز عبر الشباب اللي كانوا موجودين معنا المدربين. وصلنا إلى مقبنة، تعاوننا إحنا ومؤسسة رؤية من تعز، عملنا مذكرة تفاهم وبدأنا نوزع الحاجات إلى محافظة تعز عن طريق بعض المنظمات منها الإغاثية. شباب اللي كنا نعرفهم أعطيناهم حلقة الاتصال بينها وبين المنظمات الدولية على أساس أنهم يوصلوا لعندهم. نعم. هذه كانت أهم حاجة كنا نقدر نحن نعملها، لأن كان في غياب من المتبقي في تعز ومن اللي خرج. العوائق التي مثلا اعترضت ربما تحرككم أو إذا كان لديكم أي يعني دعم لتعز، ما هو العوائق التي واجهتموها في تعز؟ في تعز إلى الآن يعني في معي مشكلة هي الجانب الإغاثي. قدرتش توصل للناس بشكل بأكثر شفافية، يعني المنظمات الدولية موقفة يعني توصيل المواد أو إيصال، يعني ما بتكلمش عن كل المنظمات الدولية ولكن البعض. نعم. مش قادرين نوصل لأكبر قدر للناس. نعم. وخصوصا. نعم. طيب حتى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة إذا سمحت لي. نعم. في موزع في المناطق هذه ساكنين تحت أشجار من غير مأوى. ساكنين تحت الحر، وخصوصا اللي خرجوا من المخا مرميين في الشوارع. يعني في تدخلات بعيدة عن المناطق المدن الرئيسية، فما بالك الناس اللي وصلت للمناطق التي هي مرمية في الشوارع. هذه للآن احنا ما عملناش اي تدخل. نعم. فقط ان احنا نجلس نحصر الأوضاع والأضرار. نعم. فين التدخل هذا؟ مش احط سؤالي لمتخصصين. نعم. طيب استاذة يعني صباح، اذا ختمنا معك بسؤال اخير، يعني لديكم خطة مثلا المستقبلية الان لتنفيذ مشاريع مهمة كما ذكرتي الان مثلا في الوازعية او غيرها او بعض المناطق، ام ما هو مستقبل ما تقدمون؟ تفضلي. احنا والله اكبر تحدي كمان كان عندنا الايرادات الماليه كانت ضعيفه جدا، ما نقدرش نوصل للمنظمات ونشتغل في اكثر من جهه. ظهور المؤسسات المجتمع المدني كان كبير جدا، وتسجيل غير طبيعي لمؤسسات وهميه ولا فاعله، مع يعني صار عدم وجود رقابه ومتابعه وتقييم، هذه كمان كانت مهمه جدا علشان نضبط عمليه الشفافيه في العمل الميداني. رقم 3 واللي مهمة، أن احنا بدأنا نفكر كيف نعمل مشاريع استثمارية في كل محافظة بحيث أن احنا نقدر نوصل نوصل للمشاركات المجتمعية. نحاول نعزز المبادرات الشبابية. نعم. المبادرات الشبابية في الوقت الحالي مهمة جدا أن كل المؤسسات تتبناها. نعم. وهذه نصيحة مني للمؤسسات.
نعم، شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لمؤسسة لأجل الجميع الأستاذة صباح بدري، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وأعود إلى عدن عبر السكايب مع الأخت انتصار العلوي. أخت انتصار، ربما يعني إذا يعني وقفنا بصورة أدق وعملنا يعني فوكس على المواضيع التي تحركتموها في محافظة عدن، كان أبرز ما قام به التحالف ما هو في عدن؟ طبعا نحن كنا نحسن الجانب الشبابي، يمكن يكون فيه بطريقة مختلفة. نحن يعني مرت عدن في مراحل من التفجيرات والاستعلات اللي سببت شعور القلق عند الناس بشكل غير عادي. فكان في عندنا بادرة ان احنا نستقطب 150 شاب يخوضوا في سباق يعني في الشوارع العامة. كان اسمه أمن عدن، يعني كان يبعث رسائل عزقت فيها من فقرات وهكذا، مع ان سباق الماراثون اللي حصل كان بعد تسجيل المعاشر مباشرة يعني. وكان في قلق من الناس اللي كانوا رابطين مع عدالة الشباب في عدن، خارجين شعرنا عن الحظر في كانت تفرعوا غير عادي من الاستفراع وانكسر حاجز الخوف. نحن نهتم أكثر من نعم الجانب السيء اللي يعني لحق في الوضع في الحق. نعم، مثل ذلك طبعا كثير من الندوات التي كانت مع المستجدين من الشباب المنضمين لإدارة الأمن. نعم، طيب انتصار. نعم، طيب انتصار، تكرمي بالبقاء معنا وايضا ضيوفي الاكارم. سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه تصريحات واراء للمواطنين عن دور المبادرات الشبابيه والمجتمعيه في التخفيف من معاناه المواطنين، نتابعها ومن ثم نعود. المبادرات في هذه الفتره السابقه كان لها دور كبير جدا، حيث قامت بايصال قوافل العلاج من عدن الى تعز اثناء ما كانت تعز محاصره، وكان اتصل العلاج عن طريق طالوق، وهذه الطريق معروفة عند الجميع إنها طريق وعرة جدا، وكنا نصل العلاجات في على ظهر الجمال وعلى الحمير وعلى أكتافنا نحن في تخفيف المعاناة عن أبناء محافظة تعز. كون المحافظة عانت يعني أقسى ويلات الحرب والحصار من قبل ميليشيا حوت المخلوع صالح، أيضا عدم التفات من قبل الحكومة الشرعية المتمثلة بعبد ربه منصور هادي وحكومته، كان هناك إهمال لمدينة تعز. قامت هذه المبادرة وغطت دور الحكومة الشرعية في تخفيف المعاناة أبناء تعز، فكان هناك عدة مجالات للمبادرات، بعضها في الجانب الصحي وبعضها في الجانب الإغاثي وبعضها في الجانب المجتمعي والنظافة، كان لها أثر بالغ في استمرار الحياة في مدينة تعز. بشكل تام أو بشكل كلي مع الوضع الراهن والحرب الظالمة التي لم تفرق ما بين صغير وكبير في محافظة تعز، كان في لدور ملموس لكثير من المبادرات الشبابية والمنظمات، ولها أثر كبير في المساهمة المشاركة المجتمعية. حتى أني أذكر واحدة من القصص، أكثر من 50 مبادرة ومؤسسة شغلت مستشفى. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، إذا تابعنا هذه التصريحات مع بعض المواطنين وآرائهم ودور الشباب والمبادرة الشبابية في التخفيف من معاناة المواطنين. أعود هذه المرة إلى تعز مع عضو رابطة إعلامية تعز الأستاذة حياة الذبحاني. أستاذة حياة، مساء الخير. أستاذة حياة، مساء الخير. إذا نعود إلى عدن عبر السكايب مع الأستاذة انتصار. أستاذة انتصار، عدنا لك من جديد. إذا ركزنا عن في محورنا الثاني في محافظة عدن وتحالفكم، مقدار تجاوب المجتمع معكم في هذه التحالف الذي تقدمون، وهل اقتصر عملكم فقط عن إقامة بعض الفعاليات كالماراثون كما تحدثتي، أم كان هناك فعاليات أخرى ربما تكون أكثر كتوعية مثلا بمخاطر الإرهاب، توعية بمخاطر الالتفاف حول السلطة المحلية؟ أستاذ انتصار تسمعيني؟ أستاذ انتصار، إذن ربما الأستاذ انتصار لا تسمعنا في عدن. إذن
مشاهدينا الكرام، إلى أن تجهز الاتصالات بالتأكيد هنا ظهرت المئات بل الكثير من المبادرات الشبابية والطوعية التي حاول الجميع من خلال هذه المبادرات الشبابية أن يخففوا من وطأة المواطن في الداخل، منهم من اتجه إلى دعم الجرحى، وهناك نماذج كبيرة في محافظة تعز وبعض المحافظات الأخرى، هناك من اتجه إلى توفير بعض المواد الغذائية في معظم الأحياء سواء كانت في صنعاء أو بعض المحافظات الأخرى، وأيضا في تعز قبلها كان في عدن ولحج والعديد من المحافظات الأخرى. بعض المبادرات اقتصرت في دورها على الجانب التوعوي، كيف ممكن دعم المقاومة الشعبية، دعم الجيش الوطني، دعم الناس الذين ربما باتوا يفتقرون لأبسط مقومات الحياة. إذن إلى أن تجهز هذه الاتصالات مشاهدينا الكرام، سنذهب لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل هذه الحلقة حول المبادرة الشبابية ودورها في التخفيف من معاناة المواطنين. فاصل ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أعود هذه المرة إلى الحديدة مع مؤسس فريق شير لأجل الخير الأخ صابر واصل. صابر مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا أخ بشير. مرحبا بك صابر. ربما محافظة الحديدة من أكثر المحافظات في اليمن حاجة إلى المواد الغذائية، حاجة إلى الكهرباء، حاجة إلى المستلزمات الطبية والصحية. إذن أسستم هذا يعني شير لأجل الخير، ما الذي قدمتموه لهذه المحافظة؟ بالتأكيد هو يعني جهد فردي منكم، تفضل. طبعا هو فريق يضم من الإعلاميين، من النشطاء، من الأطباء، من المهتمين بتقديم المساعدات للفئات الأشد فقرا التي أصبحت لا تجد ما يسد يعني جوعها، للمرضى، للمحتاجين، للحالات الإسعافية، طبعا من خلال الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي. هذا التعريف بالنسبة للفريق. نعم. وبالنسبة لما قدمناه هو الاستجابة لنداءات المناشدة للحالات الإسعافية، للأسر التي تضررت من الأوضاع وتفاقمت أوضاعها إلى أن أصبحت لا تستطيع أن تحصل على لقمة العيش. استجبنا لنداءات الاستغاثة للمتضررين من سيول وادي مور، ووفرنا لهم المواد الطبية والعيادة الميدانية والسلال الغذائية. نعم. أكثر من تفاعل معكم أخي صابر في هذا المجال ودعاكم وقدمكم، سواء من فاعلي الخير أو رجال أعمال أو منظمات إغاثية؟ طبعا الجهد والعمل الذي قمنا به بالدرجة الأولى مفتوح المساعدة من قبل الجميع، ندعو الجميع لتوفير أي للاستجابة لأي مناشدات سواء الطبية أو غيرها. نعم. طبعا تفاعل معنا التجار، حتى الحالات الفردية أيضا نشطاء وأطباء استطاعوا توفير الأدوية، شركات أدوية وفرت أدوية أيضا. هناك أيضا ناس قدموا مواد إيوائية، هناك مبادرات شبابية أيضا من محافظات أخرى قدمت مثل الملابس والأدوية أيضا. نعم. صابر، أكثر الأنشطة التي ربما لمسها المواطن والمحتاج في محافظة الحديدة ما هي؟ عفوا، الأنشطة التي لمسها واستفاد منها المواطن والمحتاج في محافظة الحديدة من الذي من خلال يعني فريق شير لأجل الخير ما هي؟ طبعا أكثر ما تم الاستفادة منه هو السلة الغذائية والمواد الطبية، إضافة إلى الحالة طبعا البسيطة بالنسبة للمستشفيات مثل تبرعات الدم، مثل توفير الأدوية. نعم. مثل ما تعلم بأنه خلال الفترة السابقة وربما خفت الآن قليلا انتشار حمى الضنك، فتم توفير أقصى ما نستطيع تقديمه هو توفير الأدوية. نعم. للأسر أو للحالات التي لا تستطيع على شراء الدواء. نعم. صابر، مؤخرا كان لكم مبادرة أطلقتم عليها اسم برود، هذه المبادرة ربما جاءت من يعني من الحاجة الملحة للكهرباء و
بسبب الصيف القائض في محافظة الحديدة. يعني تحركاتكم في هذا يعني هذه المبادرة، يعني ما الذي حصلتموا عليه وما الذي قدمتموا؟ طبعا برودة هي لا قد نكون شاركنا فيها بشكل آخر، ولكنها ليست تتبع فريقنا. نعم. إنما هي كانت عبارة عن تقديم قوالب ثلجية، حصص من قوالب ثلجية خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، انقطاع الكهرباء، وأن الناس أصبحت تعاني وأصبحت تكلفة شراء الثلج مرتفعة، إضافة إلى أنه توفير منظومات بسيطة وصغيرة من الطاقة الشمسية لبعض الأسر التي يتواجد فيها كبار السن والمرضى بالسرطان، المرضى بالضغط والسكري. نعمل أن يعني تكون ساهمت في تخفيف وطأة الحر وارتفاع درجات الحرارة والمعاناة. نعم. أبرز العوائق التي تقف أمامكم حاجز من تنفيذ وتقديم بعض المعونات للمواطنين في محافظة الحديدة في ظل سيطرة الميليشيا على المحافظة؟ لعل أكثر ما نواجهه من المعاناة هو شحة الدعم ومحدودية الدعم. قد تكون أيضا المنظمات غير متخصصة في تقديم هذه الجوانب مثل توفير الطاقات الشمسية أو الثلوج أو الأدوية، فبذلك تبنينا ذلك وحملنا على عاتقنا أن نتجاوز الصعاب ونمد أيدينا وكأننا من نعاني، نطرق الأبواب، نصل إلى التجار، نصل إلى من يستطيع أن يقدم شيئا. حققنا من خلال الاتفاق مع بعض التجار بتقديم مثل الثلوج، مثل الطاقة الشمسية بسعر التكلفة. تعاونوا كثيرا، كان أبرز حتى لا نذهب إلى أو نبحث عن العوائق أو بذل الحلول. أصغر الطرق التي نستطيع من خلالها تخفيف المعاناة دون أن نذهب إلى تجاذبات سياسية وكل طرف يرميها على الآخر. نعم. صابر، ما الذي تتمناه من أجل خدمة المواطنين في الحديدة أنتم كشباب فاعلي خير في أقل من 20 ثانية إذا تكرم؟ طبعا هو تفعيل دور التكافل الاجتماعي، يجب تلمس حالات الجيران انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي وأعرافنا الاجتماعية وما يتصف به الإنسان اليمني من كرم وتعاطف ونخوة مع الجار، مع الحالات التي تعاني. نعم. أطرقوا أبواب جيرانكم، ربما يعانوا، ربما لديهم مريض، ربما لا يستطيعوا أن يحصلوا على قوت يومهم، وفروا لهم ما استطعتم، مدوا يد العون من خلال علاقاتكم، استخدموا ما لديكم من معارف من أجل هذه مواجهة هذه المعاناة والظرف الاستثنائي. نضم صوتنا إلى صوتك الأخ صابر واصل، مؤسس فريق شير لأجل الخير، ونشكركم على جهودكم وكل الشباب الذين يحاولون تقديم شيء في ظل الحلقة التي يعني تضم على اليمنيين في الداخل. شكرا جزيلا لك. أعود إلى عدن عبر السكايب مع الأخت انتصار علوي. أخت انتصار، كنت قد سألتك قبل أن نفقد بك الاتصال قبل قليل حول هل اقتصر دوركم عن إقامة مثلا الماراثونات والفعاليات، أم كان هناك دور توعوي وصلتم به إلى الناس من أجل أن يكونوا جميعا صوت السلطة المحلية، صوت الأمن ومكافحة والحد من الجريمة؟ لا طبعا، نحن يعني أرجع أقول دائما لما تكون في مبادرات وجهود ذاتية يكون العمل يعني إلى حد ما بطيء، لكن إحنا كنا يعني أهم ما يهمنا زي ما قلت سلفا أنه المواطن أكثر من أي جهة، لأنه إحنا حاولنا دائما نعمل حلقات نقاشية وملصقات توعوية عن أهم الجرائم التي ترتكب في عدن، وكيف أن المواطن يعني شريك في الحد من هذه الجرائم، سواء كانت عن حمل السلاح أو البسط على الأراضي أو الرصاص الراقع أو الكثير من التفاصيل اللي صارت يعني تبعاتها سيئة يعني على المواطن. نعم. فشاركنا في الجانب التوعوي مع المواطنين، ولكن نحتاج إنه الدولة يعني تبذل جهود أكبر في الجانب الأمني، ونحن طبعاً أكيد بيكون بصفها دائماً. نعم. طيب انتصار، تكرمي بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن نتوقف لمتابعة مادة معلوماتية عن نماذج من المبادرات المجتمعية في العديد من المحافظات، ما الذي قدمته، ما هي أبرز الأنشطة التي قاموا بها، نتابعها ومن ثم نعود. تكرموا بالبقاء معنا.
جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، والى تعز هذه المره مع عضو رابطه اعلاميه تعز الاستاذه حياه الذبحاني. استاذه حياه مساء الخير. مرحبا، مساء الانوار، ومرحبا بكم وبكل مشاهدي قناه بنقش الفضائيه. اهلا ومرحبا بك استاذه حياه. ربما جهودكم كثيره ولمسها الجميع وتحدث الجميع عما تقدموه وتولوا عنايه كبيره للجرحى، لكن ربما الفتره الاخيره جرحى تعز اصبحوا في حاله لا تحسد، والكثير منهم الان اصبح في وضع سيء، ربما يفقد حياته ومنهم من فقد حياته. كيف تواجهون كل هذا الحجم والمطلب الكبير من جرحى تعز الذين اصبحوا بسبب الاهمال من الجميع يعانون العديد من يعانون الحصار، يعانون عدم وجود من يقوم بعمليات جراحيه، يعانون نقص الادويه؟ ضعينا في صوره ربما اكثر وضوحا، وانت من اقرب الناس الذين يسلط على هذه الشريحه، تفضلي. نعم، في حقيقة الأمر جرحى تعز يشكون الخذلان. جرحى تعز يبكون كل يوم. إذا كان الحوثي قد قتلهم مرة، فالحكومة قد قتلتهم ألف مرة بهذا الخذلان الذي لحق بالجرحى هنا في مدينة تعز. نعم. الجرحى من فطروا أروع التلاحين وأعظم البطولات في الجبال والتباب والأزقة والشوارع وهم يدافعون عن الشرعية، سقطت دماؤهم وتنافرت أشلاؤهم في ربوع تعز الحبيبة من أجل أن يذودوا عن الشرعية، من أجل أن تثبت تعز، من أجل أن تكون تعز هي شوكة الميزان وقلب اليمن النابض، من أجل أن يعلو. نعم. لواء الشرعية، ولكن للأسف الشديد أقولها وأنا متألمة بأن الشرعية خذلت الجرحى في مدينة تعز، وبأن الحكومة ووزارة الصحة والسفراء والوزراء لم يولوا تعز أي أهمية، لم ينظروا إلى هؤلاء الجرحى الذين هم الآن على كراسيهم بفضل أبطال المقاومة الشعبية، وبفضل هؤلاء الجرحى الذين كما ذكرت مسبقا هم من دفعوا عن الشرعية، وهم من كذلك عمدوا الشرعية بالدم الأحمر القاني الذي روى تراب تعز. أستاذ، كنتم قبل فترة التقيتم بالوزير عباد، وكان قد قطع وعدا وعهدا عليه بأنه إذا استكملت ملفات الجرحى سوف تأتي طائرة خاصة إلى مطار عدن وتقوم بتسفير هؤلاء الجرحى، وكنت. نعم. أنت من حاورت الوزير في ذلك اللقاء إذا تتذكر. إذن هذا الموضوع أين وصل؟ وعدنا كثيرا. نعم سيدة حياة، هذا الوعد الذي ربما كما ذكرتي كان لنا لقاء سابق مع وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة الإغاثة ووعد بذلك، هل تحقق من هذا الوعد شيء؟ لم يتحقق أي شيء. نحن منذ عام ونحن نسمع هذه الوعود. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن نسمع منذ عام جعجعة ولا نرى طحينة. نحن فقط كل يوم نقدم مزيد من الشهداء الجرحى. نحن كل يوم تتعفن جراح الجرحى في هذه المدينة. نحن في مدينة منكوبة محاصرة، مدينة أغلقت عليها المنافذ، مدينة لا تجد أبسط مقومات التطبيب فيها. نعم. مدينة مستشفياتها متهالكة، رأيتم كيف تنقل اسطوانات الاكسجين عبر جبال المشرع. نعم. وحدنا الى المشافي، كيف. نعم. بمشافي لا تمتلك اسطوانات اكسجين. نعم. ان تقوم باجراء عمليات لهؤلاء الجرحى. والمؤسف والمؤلم ان ان. نعم. ان يقوم الحوثيون بندائهم الى جرحى مدينه. نعم. تعز الى ان يذهبوا الى مشافي صنعاء ولهم الامان والضمان بان يعالجوا. كيف تلقيتم؟ نعم استاذ حياه، ربما عندما تاتي دعوه ممن قام بالفعل، كيف تلقيتم انتم في تعز، وكيف تلقاها جرحى تعز، وما الذي تمثل بالنسبه مثلا للحكومه الشرعيه وللمقاومه الشعبيه ولابناء تعز ان ياتي من قام بهذه الجرائم، من قتل، من دمر، من سبب هذه الجراحه العميقه في تعز، يرسل دعوات بانه سوف يفتح لهم المستشفيات لعلاجهم؟ نعم، لا مرحبا بالحوثيين، ولا مرحبا بدعوتهم، ولا مرحبا بعلاجهم. نحن نطالب الحكومة الشرعية من تتكفل بهؤلاء الجرحى، نطالب رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي والنائب علي محسن الأحمر والحكومة الشرعية وكل مسؤول في الدولة أن يقوم بواجباته. وهذه تعتبر استفزاز واستهزاء بدور الحكومة الشرعية. البعض تلقى هذا النبأ في مدينة تعز بالسخرية الشديدة من هؤلاء، وكما يقال المثل يقتلون القتيل ويمشون في جنازته. أتوا إلى تعز إلى قتلنا وتشريدنا، ثم يفتحون لنا الأبواب لكي يقومون بعلاجنا. البعض الآخر يقول أنا سأذهب إلى صنعاء لأن صنعاء هي مدينتي. المشافي التي في صنعاء ليست هي مشافي الحوثيين، هي مشافي الدولة. البعض الآخر لديه
من كثر الألم الذي ألحق به يقول أنه أن بعض الأهالي ستصعد بأبنائها إلى أستاذة حياة. نعم العلاج. نعم أستاذة حياة، إذن يعني وسط هذا العتمة ووسط هذا الخذلان الكبير على تعز وعلى جرحى تعز، ربما كنتم أنتم حاضرين ولا زلتم تقدموا وتحاولوا أن تخففوا من معاناتهم، إذن ضعينا في صورة الدور الذي لا زلتم الآن تقدموا لهم. نعم أنا أحيي كل المغتربين في كل أنحاء العالم، أقدم لهم الشكر الجزير والعرفان والتحايا والتقدير والإجلال لكل ما قدموه لأجل الجرحى في مدينة تعز. استطعنا أن ننجز الكثير في مدينة تعز بفضل الله وبفضل هؤلاء الداعمين أصحاب الأيادي البيضاء، أصحاب الأيادي النقية الذين قاموا بتطبيب الجراح، الذين قاموا بمد هذه المدينة بالنقود لكي يقوم هؤلاء الجرحى بالتطبيب في مشافي هذه المدينة. شكرا لكل فاعلي الخير الذين دعموا المستشفيات في مدينة تعز ودعموا الجرحى ووفروا الأدوية، بل وفتحوا حسابات في بعض الصيدليات لكي يذهب الجريح يأخذ الأدوية مجانا من تلك الصيدليات. أصبح فاعل الخير هو الرئاسة وهو الحكومة وهو الدولة، وللأسف الشديد رأينا أن واحد من فاعل الخير من فاعلي الخير استطاع أن يقوم بجهود جبارة. أذكر على سبيل المثال للحصر الأخ الفاضل المحسن أبو مهند الذي أنقذ كثير من الجرحى في هذه المدينة، الذي أمد المدينة بكثير من المواد الإغاثية والدوائية، الذي كذلك حتى أكسى أسر الحوثيين في هذه المدينة. طيب. أنا أتساءل أين تجار اليمن وأين تجار تعز والعتب الشديد على هؤلاء التجار. لا هجرة بعد الفتح، تعز تحتاجكم اللحظة، تعز تحتاجكم الدقيقة، تعز تحتاجكم الثانية. هؤلاء الجرحى هم من حافظوا على كرامة هذه المدينة وعلى حرية وصمود هذه أستاذة حياة. أستاذة حياة اسمحي لي بس لضيق الوقت وأختم معك بسؤال أخير. ربما الآن الكثير يتفاعل مع حملة جرحى تعز يموتون، والكثير الآن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي معظم الهاشتاجات حول هذا الموضوع ومعظم الكتابات، أثر هكذا تفاعل من قبل الجميع حول هل بالتأكيد سينعكس على جرحى تعز وكل الجرحى في اليمن، ستلمسون أثر ذلك؟ تفضلي نختم بها. نعم نحن عندما أطلقنا هذا الهاشتاج كنا نتمنى أن نجد التفاعل الأكبر وأن نسلط الضوء على هذه القضية المحملة والقضية الشائكة في أنحاء الجمهورية. نحن غدا سننفذ في شارع جمال تشييع جنائز الجرحى، جنائز رمزية لنوصل رسالة بأن الجرحى في طريقهم إلى الموت، الجرحى في مدينة تعز يحتضرون ولا أبالغ. أذكر هنا على سبيل المثال الجريح عصام عبد الواسع والجريح فتح الدك والجريح أحمد الشميري والجريح علي المندلي والجريح محمد إسماعيل. لدينا 17 جريح هم في حالة احتضار. إذا لم تقوم الدولة بتسفير هؤلاء الجرحى فلدينا 17 من الجرحى هم في طريقهم إلى الموت. أضف إلى ذلك بأننا سنتفاءل ونطرق أبواب الشرعية ونطرق أبواب التحالف، وناشد من هنا المملكة العربية السعودية والملك سلمان، وناشد دولة قطر الشقيقة، الكويت الحبيبة، كل دول الخليج العربي، الإمارات والبحرين، أن تنظر إلى مدينة تعز وأن تقوم كل دولة من هؤلاء الدول باستقطاب مجموعة من الجرحى لعلاجهم. وناشد كذلك فاعلي الخير التجار أصحاب رؤوس الأموال أن يتكفل كل واحد منهم بخمسة جرحى بجريحين. أدعو المؤسسات والمنظمات والهيئات إلى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الجرحى. نظم صوتنا إلى صوتك. نعم الشديد على السياسيين والقاطنين في الفنادق، أين هم من معاناة الجرحى؟ نظم صوتنا إلى صوتك أستاذة حياة، وبالتأكيد معاناة الجرحى كبيرة وكبيرة جدا، وإن شاء الله يعني يتفاعل الجميع معها ويسلط الضوء وتلتفت الحكومة لهذه الشريحة التي ضحت من أجل اليمن. شكرا جزيلا لك أستاذة حياة ولكل من يعني يتعاون معك في هذه المبادرات الذاتية والشبابية التي تخدم وتقدم الخير للناس. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن الأستاذة حياة، عفوا من تعز الأستاذة حياة الذبحاني، وعودة أخيرة إلى عدن مع الأخت انتصار العلوي. أخت انتصار، إذن ربما في سؤال أخير، خططكم المستقبلية، رسالتك للحكومة للسلطة المحلية لأبناء لمجتمع عدن لدعم الأمن لإنهاء كل المظاهر التي يعني تولد العنف في هذه المدينة، مدينة السلام عدن، تفضلي. طبعا نحن كأي محافظة وكأي بقعة في العالم تحتاج أن تعيش بسلام واستقرار. نحن نتمنى كشباب وكمواطنين قبل أي شيء أن الدولة تكون موجودة بكافة مقاصدها، وطبعا على رأس الأمن.
نتمنى أن عدن تعود زي ما كانت بدون مكارث وبدون مسلحين وبدون قلق وخوف، ونتمنى أن السلطة المحلية تعمل خطة يعني أمنية محكمة على مداخل ومخارج عدن، على يعني التفتيش والرقابة وعلى حمل السلاح. يعني نتمنى أنه يكون في يعني جهد يعني غير عادي، ونتمنى أيضا من كل المحافظات اللي لا زالت يعني تعاني حتى الآن من وطأة الحرب أن تعد العدة لما بعد الحرب، لأنه الجانب الأمني مهم بعد كل حرب، الانفلات الأمني يكون متوقع، لذلك نحن نتمنى تحديدا من محافظ عدن. نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا. عدريس وشلال أنهم يعني يبذلوا الجهد الأكبر يعني لتطبيع نعم. الحياة الأمنية في عدن. شكرا جزيلا لك رئيس تحالف كلنا أمن عدن الأخت انتصار العلوي، كنت معنا عبر السكايب من عدن. عودة أخيرة مشاهدينا الكرام إلى محافظة تعز مع أحمد سيف المعمري مدير مكتب المحافظ. أستاذ أحمد مساء الخير. إذن يبدو فقدنا أيضا، معذرنا، نعتذر بشدة للأستاذ أحمد سيف المعمري. إذن نختم بمشاهدينا الكرام بهذا الاتصال اللي كان معنا من عدن. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين، إن شاء الله تكون حلقة الأسبوع المقبل صلت على موضوع جديد. شكرا لضيوفي الأكارم الأستاذة حياة الذبحاني كانت معنا من عدن، شكرا لانتصار العلوي رئيس تحالف كلنا أمن عدن، الشكر أيضا للأخ صابر واصل مؤسس فريق شير لأجل الخير، وكذلك الشكر للأخت صباح بدري كانت معنا من صنعاء. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله بحلقات جديدة من بين قوسين، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.